Добрый вечер. Законодатели из США рассматривают возможность принятия новых решений относительно искусственного интеллекта. أعزائي المشاهدين, هذه لم تكن أنا. لو قالوا لي قبل سنة فقط من اليوم أنني سأنظر إلى نفسي لأرى نسخة أخرى مني, كنت سأقول أنه خيال علمي أو أن من يخبرني مصاب بالهذيان أو الهوس على أقل تقدير. بتلك الكلمات عبرت مذيعة قناة الشرق هديل عليان, مذيعة برنامج ألوان الشرق, عن حالة الذهول التي انتابتها وهي تشاهد نسخة رقمية منها تم توليفها بالذكاء الاصطناعي من قبل فريق قناة الشرق. ما بقى غير تحكي صيني الست هديل الاصطناعية. تفضلي فرجينا. 晚上好，美国立法者正在考虑发布新的关于人工智能的规定. قدمت الأخبار بعدد من اللغات وهي الروسية والإسبانية والصينية والعربية. تلك النسخة الرقمية لم تتطابق مع المذيعة العربية بالملامح فقط, بل بطريقة نطقها ونبرة صوتها وإن خلت من الإحساس. مشاهدينا, تستكمل معكم هديل الاصطناعية هذه الفقرة من ألوان الشرق. ورجينا قدراتك يا هديل. يبحث مشرعون أمريكيون إصدار قرارات جديدة بشأن الذكاء الاصطناعي بهدف الحد من تدخلاته السلبية في الانتخابات الرئاسية. للمعلومات, هذا النص أيضاً تم قراءته بتقنية الذكاء الاصطناعي. فهل برأيك سيتطور الذكاء الاصطناعي إلى حد يكون بديلاً عنا؟